ترجع روطال للدار وتلقى يمك تسنى فيك. جيبوا لي ليريكا بعمره مهلوكة. اروح نوكل لك ليريكا ولد الحرام. وين كنت هذا من الصباح؟ ما كنت مع اصحابي. اه مع اصحابك، واش كنت تديروا هذا من الصباح؟ كنا في عزة. تعمل لي عزة هذا اختي. وحده هكا تلا فامي تجبد لصاحبي من بعيد. واش تجبد له؟ مرت خال جد باباه مات صغيرة مسكينة، عندها قرن وخمس ايام، شبعت من الحياة. الله يرحمها مسكينة، خطفها الموت. المهم كاش عزة يقعد له وقت هذا؟ سكتي برك ما خليتهم في وسط العزة. المغني جا وانا هربت. مغنية تكت في عرس ولا في عزة ولد الحرام؟ قصدي القارئ جا وانا جيت نروح. شنو التربية هذي تخليهم تجي في وسط العزة؟ واش يقولوا ما رباتوش امو؟ ها؟ خليتهم امو جيت على جالك امو. على بالي بلي تعرش لي وتقول لي علاش طورت برا، انا على جالك. لا لا وليدي، الا في هذو الحالات، الا في هذو الحالات نسمح لك تقعد برا. روح وليدي كمل معاهم العزاء، روح. واش يقولوا عليك اختي التبهديله؟ روح وليدي سلم لي عليهم بالبزاف، قول لهم عظم الله اجركم. انا ثاني قلت هكا كما عيب نخلي السيد وحده هكا مسكين او يقطع في روحه على جاله مسكين. والله يما غرغفني كما نوقف شي مع صاحبي فوق تشده وكيفاش راح نوقف معاه. انا رايح اما يومين والله باش نجي اختي. انا ملحق، انا ملحق.